شيخ احمد، عايزين نعرف بقى، نرجع لورا شويه ونتكلم عن بدايه دخولك لمجال الانشاد الديني، جت ازاي؟ هو بدايه الانشاد الديني معايا كنت بحب استمع الى الانشاد ومجالس الذكر لبعض الصوفيه، وكنت منتمي الى بعض الصوفيه، الى طريق صوفيه، فكنت بستمع الى الانشاد الديني. فهويت الانشاد، انا كنت بعزف اكورديون زمان الاول، فلما دخلت المجال التصوف وبدات اسمع الانشاد الديني فهويته وحبيته، فبدات احفظ قصائد وبدات ارددها لحد ما وصلت بقى الحمد لله دخلت اذاعه القران الكريم وقدمت فيها كمبتهل في القرآن في الإذاعة، فاعتمدت كمبتهل في إذاعة القرآن الكريم. طيب.